والله كنت معناها تعرفوا كيف المشاهدين يعرفوا اللي مقابلة كأس مش كيف مقابلة بطولة، وذول العنصر البدني اليوم ما أنصفناش، ما كناش زوز فرق هذول اللي شفتوا، معناها في كثير لاعبين شدهم شد عضلي، هذول انا من الاول شوط ثاني شدني شد، ما قدرت اني نخلي صحابي، وقدر حبيت نلعب باش ما خاطر كملوا التغييرات، مو مهم، المهم اليوم انتصرنا والاخطاء تتصلح في قادم المقابلات وان شاء الله ربي معنا. اليوم كان في غرور عندكم عشان انتم قدمتم مباراة في الديربي، ما في ولا الأجواء بشكل عام ما ساعدتكم؟ ما في الأجواء، انك تعرف اللي تلعب في ظرف يومين مقابلة كبيرة، مقابلة الديربي، وبعد يومين تلعب مقابلة كاس، معناها ماكش ديما في الذهن، ماكش تكون حاضر، تكون معناها في كتير تعب، هو يأثر على العامل اللياقة البدنية، وتو في فترة توقف إن شاء الله نحضروا روحنا الفترة الجاية صعبة. سؤالي الأخير لك، تغريدتك اللي كتبت وفي ناس كثير تكلموا عنها، بعدين أنت طلعت وضحت أن أنا أقصد شخص في تونس، أنا ما أقصد الناس اللي بالسعودية، الناس اللي جالسة تلعب على التغريدة. تغريدة مع هذيك أمور شخصية، تويتر مش ملك، معناها مش ملك، لا ملكي معناها الشخصي، غردت على حاجة معناها فردية، معناها تهمني أنا، تم معناها الشخص اللي غردت عليه، لا ما هي ما فيها ولا حاجة على أي، ما فيها حتى حاجة على الرياضة، وما معناها دول نسكروا خير، معناها الأهلي ياخذ التغريدة ولعبوا على ما في كثير، في كثير ناس ممكن حسب ما قالوا لي، معناها في كثير ناس تلعب ضد النادي، ما كنت اتصور اللي فريق اليوم في الترتيب الاول ونلعبوا معناها ادوار اولى في الكؤوس، معناها عندنا فريق طيب، يلزم الجمهور يدعمونا، ما يخلي الاقاويل هذه معناها تاثر عليهم، يلزم يكون مخهم وفكرهم اكثر من الحاجات هذو.